تشتغل ونص الملعب للمتروجيت قال والكره العرضيه والعرضيه والعرضيه وبيتر بوتر مره ثانيه جول. رمضان صبحي رمضان صبحي دي حتته اللي في حلقه جول ولكن لا نبخس حق رامبو ولا نبخس حق احمد فتحي ولا نبخس حق عمرو جمال. الكتاكيت دي كلها اتحركت ورا بعض في كذا تمريره واخيرا تصل الى رمضان صبحي في المكان بتاعه اللي هو لازم يبقى فيه السنتر فيلد. اهو اهو بصوا على طول عمرو عمل فيها شغل وتتلعب الكره بالعرض وعلى طول في الحته بتاعته تيجي اهو اهو على طول ثلاث اربع فرص. عمرو عمل فرصه وتريزيجيه عمل فرصه وبابا عمل فرصه ورمضان عمل هدف. هدف ايه ولاده متعثره انما شويه الكتاكيت اهو قدام حضراتكم بيجروا ورا بعض والنادي الاهلي يحرز هدف جميل بمجهود جميل جدا جدا. انما هتلعب الكوره على طول من صبحي تروح لاحمد فتحي واحمد فتحي يشيل فين الراس وهدف عمرو جمال والهدف عمرو جمال. انطلقوا الكتاكيت وطلعوا بره العشه في الدقيقه 11 والدقيقه 8. رمضان صبحي يحط هدف جميل يرد عليه عمرو جمال ويحط هدف في الدقيقه 11. دقيقتين فيهم هدفين للنادي الاهلي اللي كل العيوب وكل السلبيات اللي كان فيها النادي الاهلي في الشوط الاول ضاعت خالص في الشوط الثاني. تحرك من الاجناب تحرك بدون كره كرات عرضيه اهداف وادي احمد فتحي اللي ما كانش بيطلع قدام وتريزيجيه اتحرك وبالتالي الكرات العرضيه تعيد على طول عمرو جمال بعد ما كان في الاول بيتفسح مش لاقي كره واحده. اثنين الاهلي لا شيء بتروجيت وانهار بتروجيت في 10 دقائق او 12 دقيقه من زمن الشوط الف جدا 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 وماشي ممكن فرصه هدف كره. بص يا رمضان بقى بص رمضان يا رمضان فرصة هدف ثالث جميل هدف بنشوفه 50 مرة. رمضان صبحي انما تريزيجيه ولد تريزيجيه ديزل تريزيجيه راح تريزيجيه عمل كل حاجة واتصدت وراحت. بصهم ادي عمرو يلعب على طول قدام فوق يطلعها على طول بيتر تروح مرة تانية لعمرو يدي على طول. يا سلام يا رمضان الحتة دي بتاعته يا جدعان ادي عمرو يطلعها بيتر ترجع مرة تانية يخش على طول تريزيجيه عافية تروح لمين لرمضان الشياطين الحمر فعلا هيلحقوها منين ولا منين تريزيجيه ولا عمرو ولا رمضان صبحي ولا بامبو يا ناحية اليمين عند كريم بامبو يلم كريم عاوز يعمل حاجة الولد ده ولا نفسي يعمل حاجة الله يا راجل وهدف. بس الهدف ده قول كريم بامبو وهو طبعا هو اللي جابه هو اللي عمل الشغل كله ومين واحمد رؤوف اللي جاب الهدف. شفتوا بقى يعني الاشبال يعني بتحمي يعني ايه يعني بتولد مره اخرى بدل ما الكبير بيولد نجم لا اتعكست الشر اللي بيولد كبير. شفتوا الاحضان دي يعني حضن كده من الكبير ادي بامبو يلم وعملها وعدى وماشي كان ممكن على فكره يعملها انما وكان ممكن يعملها انما قالك لا ده كبير بتاعنا يلا كمان هيوقفها وحمصي خبطت وعدت. يبقى رؤوف احمد وهدف في الدقيقه 38 بس نصنع كريم بامبو انما رؤوف يبقى اربع اهداف. الكابتن احمد شوبير بقى يقول بقى الاهداف كده يكفي التعادل امام